اهلا بيك يا اسلام، ازيك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله. يعني لسه كنت بتكلم مع المهندس فرج عامر، بقول له يعني ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه. فاول ما بقول له كده يعني طرح اسم حضرتك على طول يا كابتن عصام، قال لي من الناس المحترمه، وهو معانا المهندس فرج عامر الناحيه الثانيه يعني يا كابتن عصام، وسامع حضرتك. هو برضه من الناس الاكثر احتراما يعني. تمام كابتن عصام، حضرتك شايف ايه؟ الفترة اللي فاتت دي كان فيها فترات صعبة كتيرة جدا، ولكن في النهاية استقالة لاتحاد كرة القدم، ويظهر اسم الكابتن عصام عبد المنعم كرئيس او يعني مش عارفين لسه الاجراءات اللي هتبقى ماشية ازاي خلال الفترة اللي جاية، ولكن اول ما بتحصل حاجة من دي بيظهر اسم كابتن عصام عبد المنعم على السطح على طول. طبعا دي يعني الثقه الواحد برضه بيعتز بيها، لكن هي القضيه اصلها يعني شايف ان احنا معانا الباشمهندس فرج. نعم، هي القضيه الفرق بين التقدم والتخلف في اي مجال كلمه واحده، الاداره. بدليل انه يعني انت شوف، حتى احنا بنسمى عندنا الحكومه وزاره. امريكا اللي هي اكثر تقدما من الدنيا كلها يسموها الاداره الحكوميه. هي كلمه الاداره هي كلمه السر، المانجمنت. كلمه الاداره دي هي الفيصل بين النجاح والفشل. الاداره علم وفن وخبره وتجارب ويعني واشياء كثيره جدا احنا بنفتقدها على مستوى الاداره الرياضيه في مصر، من خلال بقى انك بتعمل انتخابات واللي بيقدر يجيب اصوات اكثر بصرف النظر عن مؤهلاته ايه، او انه يكون لعيب سابق، واللعيب سابق دي مش مؤهل انك تدير. يعني انت مجرد انك كنت لاعب سابق انت كنت بتمارس اللعبه، انما اداره اللعبه شيء اخر مختلف تماما. ولذلك يعني هتلاقي ان اعظم الناس اللي اداروا الاتحاد الدولي مثلا محدش يمكن لعيب كوره. ايوه. يعني هي القضيه مختلطه عندنا شويه في مساله المواصفات اللي تؤهل الشخص لانه يتولى اداره في مجال الرياضه يعني.